استاذ عمرو، انت ممكن تخدم الامن في الجزئيه دي يعني، ولا الحفاظ على السريه او ان الناس تبقى واثقه فيك وهي بتتصل، انك والله ممكن اللي طالب العلاج ده يساعدك باقواله ويدلك على انا كنت باخد منين وازاي، ولا صعب؟ لا لا لا، على الاطلاق احنا اي حد بيجي لنا الحقيقه بتبقى كل معلوماته في سريه كامله، والقانون بيكفل هذا الامر. عشان كمان يطمئن 100%، احنا لازم بنأكد على السرية، وايضا بنأكد على مجانية الخدمة. احنا السنة اللي فاتت جالنا 75,000 مريض ادمان استفادوا من خدمة الخط الساخن لعلاج الادمان، ولكن احنا في عندنا الحقيقة الخط الساخن ممكن يستقبل بلاغات لتجار، يعني بلاغات ضد تجار المخدرات. ان حد شايف في تجارة بتحصل في المنطقة اللي هو فيه فيبلغ، او حتى كمان ممكن يستقبل حالات اشتباه لتعاطي سائق الحافلة مدرسية على سبيل المثال. يعني احنا دلوقتي الحقيقة بنشتغل بشكل كبير وفي تفاعل قوي جدا مع الأسر لاشتباه لحالات التعاطي ما بين سائق المدارس، وبنعمل حملات من خلال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمرور، وبالفعل بيتم خلال الفترة اللي فاتت تم ضبط العديد جدا من السائقين في هذا المجال. التعاون الحقيقة مع الإدارة مهم جدا، التعاون مع كل الجهات تعاون قوي جدا. احنا في الفترة الحالية مع وزارة الأوقاف بنوحد خطبة الجمعة كل 3 شهور علشان نتكلم على قضية المخدرات. الحقيقة مع التعليم العالي عاملين شغل مهم جدا، الحقيقة مع التربية والتعليم الفترة الحالية في مجهودات مهمة جدا. احنا الاسبوع اللي فات كان في المناهج ولا مثلا بره بيعملوا حصص كده انه حد بيدخل يوعي؟ احنا عندنا المناهج تم دمج قضيه التدخين والمخدرات في 5 مواد دراسيه بمرحله التعليم الاساسي ابتدائي واعدادي، لكن كمان عندنا الحقيقه انشطه مهمه جدا. عندنا دليل اسمه اختار حياتك على غرار حملة اختار حياتك، الحملة التلفزيونية، لكن هذا الدليل يمكن بياخد شكل غير نمطي شوية، وعبارة عن نشاط بيعلم الشباب اللايف سكيلز أو المهارات الحياتية. دلوقتي احنا ما بنقولش قول لأ للمخدرات، لكن بنعلمه ازاي يقول لأ للمخدرات، وازاي ان احنا بنعمل قادة جوه المدارس وجوه مراكز الشباب ان هم يكونوا نواة للتوعية بمشكلة المخدرات ما بين أقرانهم. الفترة الحالية احنا متفقين مع وزارة الشباب والرياضة ان كل المعسكرات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة انت لو اهتميت بأنشطة مكون يعني رياضية، مزبوط، حاجات فنية، يعني هتخلي الشاب او الطفل يبعد عن الكلام. انا عايز اقول حضرتك احنا اخر الشهر عندنا حملة مهمة جدا اسمها حملة رسائل مع وزارة الشباب والرياضة، بيشارك فيها 5,000 شاب. هي مسابقة إبداعية فيها أنشطة فنية، مسرح وشعر وأنشطة متنوعة. طب الفن بقى، الفن اتفضلي، فن الدراما زي ما في تأثير إيجابي في تأثير سلبي صحيح. يعني بانت في الكام سنة اللي فاتوا بقى مشاهد كلها الناس بتشرب مخدرات وبتعلم يعني عادي. أنا بشكرك أن أنت طرحتي الموضوع ده. الحقيقة أن 4 سنين اللي فاتوا كان فيهم 9,500 مشهد تدخين ومخدرات. 9,500 مشهد. رمضان 2013 كان فيه 103 ساعة فيها مشاهد تدخين ومخدرات. رمضان 2014 كان تقريبا حوالي 13% من المساحة الزمنية لمسلسلات رمضان كان فيها مشاهد تدخين ومخدرات. 80% من الأعمال الدرامية بتتناول القضية وكأن المخدرات لايف ستايل، كأنها نمط حياة، ولا تتناول أبدا بالضبط، ولا تتناول أبدا الأثر السلبي أو تداعيات نهايته إيه اللي بيشوفها. علشان كده احنا عاملين جايزة اسمها جايزة اختار حياتك، كرمنا فيها تحت السيطرة لأن كان مسلسل يستحق التكريم طبعا، وكسر حاجز الصمت عن قضية كنا كلنا مش عايزين نبص عليها، إدمان الفتيات. الحقيقة تناول هذه القضية بشكل قوي جدا. الحقيقة المسلسل يعني احترافي، من يعني أنشودة واقعية لمشكلة المخدرات في مصر. طب واللي يقولك بقى ده حرية إبداع وما تصدرش، أنا ليا وجهة نظر، رؤية فنية، يعني الرؤية الفنية الحقيقة مش ممكن ان يبقى 80% من المشاهد بتروج لقضية المخدرات ونقول رؤية فنية. ما يخلي خطك يعني المباشر بقى مع الكتاب، المؤلف، المنتج، ده اللي بيتم في الفترة الحالية. يمكن احنا من خلال يعني في خلال الاسبوعين اللي فاتوا كان في تواصل قوي جدا مع كتاب الدراما ومع صناع الدراما، علشان نقول لهم يا جماعة احنا محتاجين نطور ادواتنا الدرامية في هذا المجال. احنا برضو كمان يمكن كان معانا الفنان محمد رمضان، ساهم يعني كحملة اعلى برضو في هذا المجال. تمام يا أستاذ عمرو.